ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. اعترض مواطن يعاني من اختلالات عقلية سبيل سيدة بشارع محمد الخامس بالقنيطرة قبل أن يحاول الإجهاز عليها، وحسب ما ذكرت مصادر محلية لماروك أخبار يومية يومه السبت، فإن المختل العقلي كاد أن يتسبب في قتل السيدة، وذلك بعدما هاجمها بواسطة آلة حادة. هذا وأمام هذا الأمر تدخل المارة بشارع محمد الخامس لإنقاذ السيدة وإيقاف المختل العقلي قبل أن يتحول الأمر إلى جريمة قتل. هذا وفضل هؤلاء المارة الاحتفاظ بالمتشرد إلى حين وصول الجهات المعنية. وحسب شهود عيان من مكان الحادث، فإنه تم إيقاف شخص ثاني حاول مساعدة المعتدي على الفرار، لكن تدخل العناصر الأمنية حالت دون ذلك، حيث تم تصفيدهما واقتيادهما إلى مصلحة الشرطة قصد التحقيق معهما لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء الاعتداء. بينما نقلت الضحية الأربعينية على الفور بواسطة سيارة الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.